حيكم يا شباب وجماعة بركة. أقول بالله يا رايح على هولندا اسأل على عبد الحميد السيد، قل له معاكم مصنع الميرندا، اجعل نشاطك دائما متجدد، ونشهد انك دائما على المبدأ منته كما بعض البشر متردد. واليافعي عادل، واليافعي عادل عشيق اليمدأ، وربما من داخله متعقد، احيان يظهر لي جنوبي شدة، واحيان يضرب وضعنا متعمد، وانا صراحة عند تاكل ربدة. يا ويلي ويلاه، يا ويلي ويلاه، وانا صراحة عند تاكل ربدة. واحمد عظيمان التقي بالمرشد، شفته على الكرسي معه يتغدى، طير بعقل الشاعر المتشدد، والبعض بيقولون يا فهد اهدى، خليك مثل اول رجل متحمد، ما بتلاقي خير من ناس اعداء لو يحلفوا، لو يحلفوا كامل بقلب المسجد. وانا بقول تعبتني وقندى، يحتاج نكزه دمي المتجمد، واجلوا موضوعنا لا بعد لطفا بعقل الشاعر المتشرد، لطفا بعقل الشاعر المتشرد. حياتي.